الخطر الاستعفاء او درنا الخطر الامن العام. كيفاش نقاربوا تلك المرحله؟ كنا مختلفين. الحوار تحدث على ان هذه الازمه كان يمكن تكون لها تداعيات كانت ممكن تؤدي الى انشقاق الحزب. صحيح. درنا القافله ديال 2018 وقلنا غنديروها في العالم القروي. انا من بين الناس اللي كنت داير يدي على قلبي كنناقش كنقولوا يا ربي واش غيجيونا الناس من الناحيه الفكريه. ماذا يقول العداله والتنميه اليوم فيما يخص الحريات الفرديه؟ لكن الحريات الفرديه انا بعدا اؤمن بها انطلاقا من قول الله عز وجل لا اكراه في الدين. كاين القانون الجنائي وكاين نقاش في المجتمع. انت واش دابا باغي تستفز عباد الله ولا باغي تمارس هذيك الحريه ديالك؟ لا باغي تستفز غنضلك. اقول لك ما يمكنش. انا لا اؤمن بانه هذه حمله سابقه لاوانها يديرها اي حزب في 100 يوم ولا في 100 جماعه ولا في 1000 ولا يطلع ولا ينزل ولا يعيط. ولكن اسمح لي انا عندي مشكل من يجي حزب يجمع 5000 في كل طبله كاين 10 وهذيك الطبله ملي كتشوف شنو فيها لا تقل عن 5000 درهم ملي كتضربها في الاعداد اللي عطاتك كتعطيك 25 مليار. كيجيكم عادي بان نجمعوا الناس ياكلوا ويمشيوا ما يقوليش شي واحد استهدف شخص؟ انا ما كنستهدف حتى واحد. انا كندير نقاش سياسي. التحالف ديالكم مع الاصاله والمعاصره نوع من غياب التمايز. انا ضد التشفي فيما يعيشه الاصاله والمعاصره. ايمان العمراني كنائب الامين العام تحدث على ان هناك تحالفا. شكون اللي جا قالوا له؟ ما تنساش استاذ راه كاين الريف الوضع ديالنا السليم بقى عامين ونمشيو للمعارضه ونشتوا هذيك الجهه. كنتو درتوا واحد المهمه استطلاعيه فيما يخص المحروقات. هذاك الشيء اللي كان كياخذوه 2015 2016 في 2017 ما كياخذوش. ما نقولكش خافوا ولكن غنقول لك حنا فضحناهم.